المخترع العظيم توماس أديسون ولد سنة 1847 في مدينة ميلانو بولاية أوهايو الأمريكية. ما تعلم في مدارس الدولة إلا 3 شهور فقط. أول اختراع لأديسون كان عمره 21 سنة لما ابتدع جهاز كهربائي لتسجيل الأصوات في الانتخابات، لكن ما حد اشترى هذا الجهاز، ده اللي خلاه يخترع الأجهزة اللي يمكن بيعها والاستفادة منها على أوسع نطاق. بعد كده اخترع جهاز لصرف تذاكر القطارات وباع هذا الاختراع $40,000، وهو مبلغ ضخم جداً في ذلك الوقت. اتوالت بعدها الاختراعات الكثير اللي خلته شخص مشهور وغني، ويمكن أعظم اختراعات أديسون في ذاك الوقت كان الفونوغراف اللي سجل باسمه سنة 1877. أعظم اختراعاته كلها هو المصباح الكهربائي في سنة 1879. ما كان أديسون أول من اخترع المصباح الكهربائي، سبقوا لهذا الاختراع كثير، كما أن المصباح الكهربائي استخدم لإضافة شوارع باريس، لكن مصباح أديسون مع نظام توزيع الكهرباء اللي اخترعه خلى المصابيح الكهربائية صالحة للاستعمال في كل البيوت. سجل أديسون باسمه أكثر من 1000 اختراع، وهو عدد ما يتصدق. ما كان أديسون بس مخترع، كان شريك في عدد كبير من الشركات الصناعية. عانى طول حياته من ضعف في السمع، وعرضوا هذا النقص في قدرته الهائلة على العمل والتركيز فيه، وانعزل تماماً عن العالم الخارجي. اتزوج أديسون 2 مرات، ماتت زوجته وهي صغيرة، وكان له 3 أولاد من كل زوجة. أما هو مات في نيوجيرسي سنة 1931.